فلهذا مسحني لأبشر المساكين وأرسلني لأكرز بسنة الرب المقبول صلاحك يا رب جفس مروت جف يوت نمبشي رينن بابن وما اثوا بتتري يا سجي Ten oste, ten di ones. Quanto protor po na gietria selezioni mese pshuisi vnuti intinigo. شوبي من امين اللهم اجعلنا مستحقين دعوك بالشكر يا ابانا الذي في السماء لا تقدس اسمك لياتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض خبزنا كفافنا اعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن ايضا للمذنبين الينا ولا تدخلنا في تجربه لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لان لك الملك والقوه والمجد الى الابد امين Ditti abi halin ishli le flogi sun. E bi ebrosav ki stasiti. Ne pasi. Ito nevmati sun. Ora in cibe amatun totum veri pesanim inaite vnuti vi audem in joy sopin nuti un sotir Jesus per Christus. Jeffres ke pathen ikuna per vui sinirun veri hirun chutini of the asirun. Efti ito dinat in juria thai unun thai. In the one more in the area, was in the very heron, and by so fine, I'm not even taken off. Never in the venture, be pantocrator, chase penno. Oti, prosivic sasti, riele, so. Chase in noti, be pantocrator, if you would have been choice of open, not in the resource per Christus. We thank you for every condition concerning every condition, for you have covered us, helped us, guarded us, accepted us to you, spared us, supported us, and has brought us to this hour. لك ارحمنا لا ترفع علينا اسمنا إن نكبس ولا تطل بات قديسين منهم بالصلاة عنا في كل حين ويتفضل ويريح نفس المرحومة كيتي أمين ويغفر لنا خطايانا يا رب ارحم أجل هذا نسأل نطلب من صلاحك يا محب البشر من أن نكمل هذا اليوم المقدس كل يوم إليه لحياتنا كل سلام ومخافة كل حسد وكل تجربة وكل فعل الشيطان وامرة الناس الأشرار وقيام الأعداء الخفيين والظاهرين انزعها عنا وعن سائر شعبك وعن نفس عبدتك وعن موضعك المقدس هزم الصالحات والنافعات ارزقنا اياه أعطيتنا السلطان ندوس الحياة والعقارب وعلى كل قوة العدو ولا تدخلنا في الدنيا. ليس انك ما يوبن وتيانا تشي بيم موسي وش ايما شو انجينك ميتشنيت كن اوش تموكو بيخريسو ارحمني يا الله كعظيم رحمتك ومثل كثرة رأفاتك تمحو اسمي تغسلني كثيرا من اسمي ومن خطيئتي تطهرني لاني عارف باسم خطيئتي امامي في كل حين لك اهدى الفقراء
الشر قدامك صنعت لكي تتبرر في أقوالك تغلب إذا حكمت، لأنها نادى بالإثم حبلبي بالخطأ ولدتني أمي، لأنك قد حببت الحق إذا أوضحت لي غوامت حكمتك مستوراتها، تنضى على إبزوفك فاطر وتغسل نفابات أكثر من الثلج، تسمعني سرور ونوفر فتبتاج عظام متواضعة، اصرف وجهك عن خطايا وامحك الاثام، قلبا نقيا اخلق فيا الله وروحا مستقيما جدد في احشائي، لا تطرحني من قدام وجهك وروح القدس لا تنزعه مني، امنحني بقت فلاسك بروح رئاسه يعضدني، فاعلم الاثم اتركك المنافقون اليك يرجعون، نجيني من الدماء يا الله الى خلاصي، فيبتهج لساني بعدلك يا رب، افتح شفتي لا ترفع بتسبيحك، لانك لو اثرت الذبيحه لكنت الان اعطي، ولكنك لا تصر بالمحرقات، فالذبيحه لله روح منصعق قلب منكسر متواضع لا ترسل يا الله، انعم يا رب مسرتك على صهيون وارتبنا اسوار اورشليم، حينئذ تصر بالذبائح العد كبه محرقات، حينئذ يقربون على مهلك لقول الليل يا ذوكساسي اوثيوس ايما قطعي هونم قطعي جره الليل لو او 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 يا ذوك سبتريك ايوك اجيب نظماتيك ننك ايك استوس اوناستوني اونونا مين بارك يا نفس الرب وكل ما في باطني ليبارك اسمه القدوس، بارك يا نفس الرب ولا تنسي كل حسناته. Bless the Lord O my soul and all that was in me. Bless his holy name. Bless the Lord O my soul and forget not all his benefits, who forgives all your iniquity, who heals all your diseases, who redeems your life from the pit, who crowns you with steadfast love and mercy. Alleluia. The heaven, even the heavens are the Lord's, but the earth he has given to the sons of men. The dead do not praise the Lord, nor do any that go down into silence, but we will bless the Lord from this time forth and forevermore. Alleluia. تاقت نفسي إلى خلاصك وكلامك، انتظرت نفسي دائما في كفي، أما شريعتك فلم أنسها، لتحيا نفسي ولتسبحك وأحكامك لتعينني. هللويا أشتمك بخريستوس نبكيوت أغسطوس نبي ابن بمائثواب جئك إياك صوتي إمون ناينا رسالة معلمنا بولس الرسول الى كورنثوس، بركات تكون معنا امين. ليس كل جسد جسدا واحدا، بل للناس جسد واحد وللبهائم جسد اخر وللسمك اخر وللطير اخر واجسام سماويه واجسام ارضيه، لكن مجد السماوات شيء ومجد الارضيات اخر، مجد الشمس شيء ومجد القمر اخر ومجد النجوم اخر، لان نجما يمتاز عن نجم في المجد، هكذا أيضا قيامة الأموات، يزرع في فساد ويقام في عدم فساد، يزرع في هوان ويقام في مجد، يزرع في ضعف ويقام في قوة، يزرع جسما حيوانيا ويقام جسما روحانيا، يوجد جسم حيواني ويوجد جسم روحاني، هكذا مكتوب أيضا صار آدم الإنسان الأول نفسا حية وآدم الأخير روحا محييا، لكن ليس الروحاني أولا بل الحيواني وبعد ذلك الروحاني، الإنسان الأول من الأرض ترابي، الإنسان الثاني من الرب فهو من السماء، كما هو الترابي هكذا الترابيون أيضا، وكما هو السماوي هكذا السماويون أيضا، وكما لبسنا صورة الترابي سنلبس أيضا صورة السماوي. فأقول هذا أيها الإخوة، إن لحما ودما لا يقدران أن يرثا ملكوت الله،
ولا يرث الفساد عدم الفساد. نعمة الله الآب فلتكن معكم جميعا آمين. آجيوس أوثيوس آجيوس الشيروس آجيوس أثاناتوس أو إقبرثين جنتيس إليس أونيمس آجيوس أوثيوس آجيوس الشيروس آجيوس أثاناتوس أو إستافيروس ديديمس إليس أونيمس آجيوس أوثيوس آجيوس الشيروس Αγίος αθάνατος ο Άναστας εκ των νεκρών κι αν ήλθουν εις τους ουρανούς ελέησον ημέ. Δόξε Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν ετριές. Σλήν ευλογείτε. Επί προσευχή στάσετε. Ειρήνη πάσια. Και το πνεύμα τη έσω. Master Lucius Christ, our God, who said to us in all disciples and holy apostles, many prophets arise, many have desired to see the things you have not seen them, and to hear the things which we have not heard them. But as if you blessed are your eyes for this year and ears for the hear, may we be ready to hear and act according to your holy gospel to the fears of your sins. Pray for the holy gospel. Lord have mercy. Remember also our master, all those who have bidden us to remember our supplications and prayers which we offer up unto you, Lord our God. Those have already fallen asleep, repose them. Those who are sick, kill them, for you are the life of us all, the salvation of us all, the hope of us all, the healing of us all, and the resurrection of us. Ευλογηθούν εκ του κα, τα Ματθαίου Αγίων Ευαγγέλων των Ανωσμών. Δόξα σοι, Κύριε. Κόντρα σοι, κομπήν, γόρτιν, γόρτιν, to hear the Holy Gospel from our Lord. God, we beseech in wisdom to listen to the Holy Gospel, a chapter from the Holy Gospel according to St. Matthew. May his blessings be upon us all. Amen. When choice or not, yes, still not again. Jesus. Ben Christos evnot yeton chionav shayne, beofavnot ye shayne ten yami. Sasi kireye. From the psalm of our teacher David the prophet, may his blessings be upon us all, amen. Return unto your rest, O my soul, for the Lord has dealt bountifully with you. O Lord, save my soul. Gracious is the Lord and righteous is he. Hallelujah. Now when Jesus was in Bethany, in the house of Simon the leper, there came unto him a woman having a alabaster box of very precious ointment, and bowed it on his head, and he sat at a meat. But when the disciples saw it, they were
they have. Merman saying, to what purpose is this waste? For this ointment might have been sold for much and gives to the poor. When Jesus understood it, he said unto them, why trouble the woman? For she has wrought a good work upon me. For you have the poor always with you, but me you have not always. For in that she has power, this ointment on my body, she did it for my peril. Verily I say unto you, whenever this gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, that this woman has done, be with be told for the memorial of her. Glory be to God forever. Forever. And the Holy Spirit, one God, amen. This soul that we are gathered for, O Lord, repose it in the kingdom of heaven. Open for your servant Ketty, O Lord, the doors of righteousness, so it may enter and find comfort there. Open for her, O Lord, the doors of paradise, as you opened it to the repentant thief. Open it, O Lord, the doors of kingdom, so it may be shared with the saints. Open for it, O Lord, the doors of ease,
so it may stand with all the angels. Let it be worthy to see the delight. Let the angels of light enter it into the life, and let it be in the bosom of our fathers Abraham, Isaac, and Jacob. Forgive the sins that were done knowingly and unknowingly. For you, God, realize the weakness of mankind. Through your mercy, counsel those mourning, especially the family. Grant them patience and give them a heavenly reward through the intercession of Our Lady, the Saint Mary, and all the ranks of the heavenly angels. Let your mercy and help be with your people. Grant them serenity. Establish us in your Orthodox faith. Be victorious to us, your believers. We worship you, Christ, with your good Father and the Holy Spirit, now and the ages of all ages. Therefore we glorify him, proclaiming and saying, blessed are you, O my Lord Jesus, for you have come and saved us. In بالحقيقة نؤمن بإله واحد الله الآب ضابط الكل خالق السماء والأرض ما يرى وما لا يرى نؤمن برب واحد يسوع المسيح ابن الله الوحيد المولود من الآب قبل كل الدهور مساو الآب في الجوهر الذي به كان كل شيء هذا الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء تجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وتأنس صلب عنا على عهد بلاطس البنطي تألم وكبر وقام بين الأموات في يوم الثالث كما في الكتب صعد إلى السماوات جلس عن يمين أبيه وأيضا يأتي في مجده ليدين الأحياء والأموات الذي ليس ممكن قضاء نعم نؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب نسجد له ونمجده مع الآب والابن الناطق في الأنبياء كنيسة واحدة مقدسة جامعة رسولية وننتظر قيامة الأموات وحياة الدار الآتي Of Kistasite, Irenebas, it of never mighty so again as God the Pantocrator, the Father of our Lord, the God and Savior Jesus Christ, we ask and entreat your goodness, O lover of mankind. Remember, O Lord, the souls of your servants who have fallen asleep, our fathers and our brethren. Pray for our fathers and our brethren who have fallen asleep in the faith of Christ since the beginning. Our holy fathers, the archbishops, our fathers, the bishops, our fathers, the egomans, our fathers, the priests, our brethren, and the deacons,
our fathers, the monks, our father, the layman, and for the full sleep and repose of all Christians, and for the full sleep and repose of the soul of your servant, Ketty, Amin, Nosseir, that Christ our God may repose all their souls in the paradise of joy. And we too accord mercy unto us, and forgive us our sins. Lord, have mercy. تفضل يا رب نريح نفوسهم جميعا في حضن أبائنا القديسين إبراهيم وإسحاق ويعقوب. علهم في موضع خضر على ماء الراحة في فردوس النعيم، الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنهد في نور قديسيك. أقم أجسادهم في اليوم الذي رسمته كمواعيدك الحقيقية الغير الكاذبة. هب لهم خيرات مواعيدك ما لم تره عين ولم تسمع بأذن ولم يخطر على قلب بشر ما أعددته يا الله لمحب اسمك القدوس، لأنه لا يكون موت لعبيدك بل هو انتقال، وإن كان لحقهم توان أو تفريط كبشر وقد لبسوا جسدا وسكنوا في هذا العالم، فأنت كصالح ومحب للبشر. اللهم تفضل نفوس عبيدك المسيحيين الأرثوذكسيين في المسكونة كلها من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب، كل واحد باسمه وكل واحدة باسمها. يا رب نيحهم واغفر لهم، لأنه ليس أحد طاهر من دنس ولو كانت حياته يوما واحد على الأرض. أما هم يا رب الذين أخذت نفوسهم فنيحهم وليستحقوا ملكوت السماوات، وأما نحن كلنا فهب لنا كمالا مسيحيا يرضيك أمامك. أعطيهم وإيانا نصيبا وميراثا مع كفة قديسي. يا رب بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. المجد للاب والابن والروح القدس الان وكل اوان والى ظهر الدهور كلها امين. فاكس كتيره في الكتاب المقدس بتحاول توصل لنا رساله مهمه جدا، والرساله دي ايه؟ ان حياتنا على الارض قصيره. صوروا داود النبي الإنسان العظيم اللي عاش حياة القداسة كلها والكمال مع ربنا، يجي في يوم من الأيام هو بيصلي يقول لربنا حاجة غريبة، يقول له يا ربي عرفني يا ربي نهايتي وعرفني كيف أنا زائل. يا جماعة لما أنا عن نفسي لما قريت الكلمة دي من داود استغربت، قلت يا داود ده أنت يعني عايش في السماء وأنت على الأرض؟ لكن رغم كل المجد اللي وصل ليه ورغم كل الانتصارات اللي عملها ورغم إن هو اللي عمل خيمة الاجتماع ورغم إن هو اللي عاش الترنيم والتسبيح والتمجيد لربنا، لكن
حاسس ان في حاجة مهمة جدا عايز ربنا يعرفها له. يعني ايه ربنا يعرفها له؟ يعني ربنا يخليها قدامه باستمرار وما تضيعش ابدا من قدام عينيه. عارفين بعد ما قال ربنا الكلمة دي وزي ما يكون الروح القدس بدأ يجاوبه فيبتدي يقول له ايه؟ يقول له يا ربي انا عارف ان حياتي عاملة زي الظل. عارفين لما الواحد يبقى واقف كده والظل بتاعه كده يتحرك الظل ايه؟ ينتهي. يقول له يا ربي عرفني ان عمري على الارض اشبار. عارفين الشبر يا جماعه فاكرينه ولا نستوه؟ لما يقول ربنا ان عمري اشبار يعني ايه؟ يعني قال له ما قالوش عمري مترات ولا كيلو مترات ولا اميال، لا اختار اقصر يعني وسيله في وسائل القياس. يقوم يقول له يا ربي أن عمري أشبارا، يعني عمري يا ربي إيه؟ قصير. بعد كده يقول ربنا يقول له إيه تاني؟ وروح القدس يكشف له تاني يقول له إيه؟ يقول له أنت عامل كده زي العشب، العشب العشب يطلع، والحكاية دي إحنا بنشوفها في كندا على طول. يعني إحنا أول ما بيجي الصيف الحاجات تخضر، شايفين اليومين دول بيحصل ايه؟ تلاقي الورق بيحمر في شجره والورق بيقع من شجره تانيه والحشيش ده بيدبل بطريقه والزهر بيقع بطريقه. يعني احنا المنظر اللي حوالينا ده منظر جميل يفكرنا بان حياتنا على الارض زي ما يكون عشب كده، وبيجي وقت العشب يزبل وجمال منظره يضيع وشكله وحش قوي، ونبقى مش مستحملين ان احنا نشوف الحشيش بالطريقه دي. لكن نشكر ربنا ان هنا بيغطيها التلج، لكن بالنسبه لنا في حياتنا هي عشب يطلع شوية وبعد كده يموت ويقع الظهر بتاعه وينتهي جمال منظره. داود النبي لما طلب من ربنا وقال له يا ربي عرفني كيف أنا زائل، الحياة أحبائي أنا نفسي إن احنا كلنا في كل صلواتنا وفي كل مروحنا وجينا نقول له يا ربي عرفني يا ربي كيف أنا زائل. صوروا واحد زي بطرس الرسول بيقول له ربنا إيه؟ حياتنا على الأرض زي بخار يظهر قليلا ثم يضمحل، زي ما يكون شوية كده إيه برفيوم، يعني فيومز طلعت وبعدين هبطت، عملية تاخد ايه؟ تاخد دقيقتين كده ولا دقيقة ولا حاجة قصيرة قوي. عشان كده يا احبائي واحنا جايين بنودع هذه الأم التقية واحنا جايين بنقول لها احنا بنصلي من أجلك هنا وانت تصلي من أجلنا هناك، لأن دي وصية المسيح لينا، صلوا بعضكم لأجل بعض. وجزء من إيماننا إن الموت هو انتقال، فبالتالي يبقى إيه الحكاية إيه؟ يعني عملية بسيطة خالص. وبالتالي يا أحبائي إحنا النهاردة بنقول لمدام كيتي احنا مجتمعين النهارده عشان نصلي لك،
لكن صللنا كلنا عشان نقول لربنا باستمرار مع داود النبي عرفني يا رب كيف أنا زائل. وإحنا اليومين دول بنعيش كده في الفترة بين عيد النوروز وعيد الصليب. لو بصينا لعيد النوروز نلاقي أعداد الشهداء اللي راحوا للموت برجليهم. نسألهم ليه يا جماعة كده؟ حد يروح الموت برجليه؟ ده احنا بنزعل لما حد من أحبائنا بيموت. قال يا جماعة بصراحة احنا شفنا اللي بولس الرسول اتكلم عنه. ايه اللي بولس الرسول اتكلم عنه؟ قال شفنا ما لم تره عين وما لم تسمع به اذن وما لم يخطر على قلب بشر. عشان كده كان الاستشهاد والموت بالنسبة لنا ولا حاجة ولا حاجة. بيني وبينكم يا احبائي الاستشهاد بالنسبة لهم كان زي ما شبهه واحد من الآباء زي كوبري ذهب بياخدهم من الأرض للسماء. وحاجة غريبة قوي إن الكنيسة يوم عيد النوروز تصلي فرايحي والتن تصلي فرايح لغاية عيد إيه الصليب. إيه الحكاية؟ ما الكنيسة فرحان فرحانة ليه؟ لأن لنا سحابة من الشهود هذا مقدارها. الشهداء دول عبارة عن إيه؟ عبارة عن مجموعة من الناس اللي شهدوا واستشهدوا من أجل ربنا حوالينا بيشفعوا فينا بيشجعونا ويطمنونا ويقولوا لنا يا جماعة السماء مستنياكم والمجد مع المسيح معد ليكم. إذا كنا أحباء النهاردة احنا مجتمعين عشان نودع هذه الأمة الطيبة فنبص نلاقي الكتاب المقدس يقول لنا عنها إنها جابت قارور الطيب وسكبته على جسد المسيح. تقول لي يا ابونا لا دي كانت واحدة تانية. نقول لك لا، الكنيسة بتقرأ الإنجيل ده مع أي نياحة أي واحدة من المؤمنين. طب ده معناه إيه؟ معناه الكنيسة بتقول لنا كل واحدة من أمهاتنا وأخواتنا بتكمل جهادها على الأرض فهي إنسانة سكبت الطيب على جسد المسيح. ولما نقول جسد المسيح هنا الكنيسة، وسكبت الطيب على الكنيسة يعني صامت وصلت وعطت وعملت كل ممكن كل اللي تقدر تعمله من أجل اليوم دهوت اللي يجي لها المسيح يقول لها تعالي تعالي عشان تسترجحي عندي. بالنيابة عن صاحب النيافة الأنبا مينا وأباء الكهنة اللي حاضرين، أباء الكهنة اللي ما قدروش يجوا النهاردة، إن بنقدم تعزيات خاصة للأسرة وعلى رأسها المهندس عصام و أخته وكل الأسرة ونقول لهم ماما ما ماتتش لكنها انتقلت إلى حياة أفضل. ربنا ينيح نفسها في أحضان القديسين ويدي تعزير عصام لكل أفراد الأسرة ويدينا إن احنا نطلع من الكنيسة النهاردة واحنا بنصلي باستمرار ونقول لربنا خليني يا رب نقول لك مع داود عرفني يا رب كيف انا زائل. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والى الابد امين.
من الليل يا ذوق سبتيك أيوك أجيب نظماتك نكايك استوسيو نستونيو نعامين وشيفو لنجو يمجيو بن شويس إيسوس بخريستوس اسمو بكلوم تتيرون بيه تنتك متر استوس بشويس يارون يمني مومين يمني سيتين يمني كاربوس ستيمو نوانا ينان كيريه لأيسون كيريه لأيسون كيريه فلاجيسون أمين اسمو إرويس Moeroi, Stimetania Conieval, going be Esmo, Estus Benuti, Mines, Esho, Ayol Messiah, Halahne, Melik Salam, Artina Salam, Karulana Salam, Wafulana Hotena, Kalmukor, Koraz, Magdil Abad Amin. اللهم اجعلنا مستحقين نقول بشكر يا أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوتك تكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض خبزنا كفافنا أعطينا اليوم واغفر لنا ذنوبنا كما نغفر نحن أيضا للمذنبين إلينا ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد أمين قبل ما نصرفكم بس حاجة صغيرة لو سمحتم احنا دلوقتي هنطلع مع بعض نروح المدافن بتاعة جلين اوك مش كده اللي هي في اوكفيل فهنطلع ورا العربية بتاعة الدفن والموتى وهنبقى حريصين كلنا واحنا ماشيين الحاجة التانية بعد ما نخلص المدافن هنرجع هنا ناخد لقمة محبة مع بعض بعد انتهاء المشوار بتاع المدافع حبة الله الآب ونعمة الإبن روحية شركة وموهبة وعطية الروح القدس تكون مع جميعكم امضوا بسلام سلام الرب يكون مع كافة شعبه ويعزيكم ام مسيح معكم ومع روحك أيضا روح الرب علي فليهذا مسحني وأرسلني لأبشر المساكين وأكرز بسنة الرب المقبولة هللويا 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 بارك إكلي سنة بصلاحك يا رب جيف اسم روح جيبيوت نبشي نبي ابن ما سيد جيك فولتن وقوش تموس تنتي قوناس
Dr. Jones, I'm sure you're